وفوز فاركو 2-0 على نابارو. كابتن كريم وتحياتي لنجومك في الاستوديو. بالفعل انتهت مباراه فاركو ونابارو بهدفين نظيفين لصالح فاركو احرزهما حماده يحيى. معي الان الكابتن علاء نوح المدير الفني لفريق نابارو. كابتن علاء بنقول النهارده هارد لك هزيمه 2-0 كانت يعني بنقول غير متوقعه. لا يعني الحمد لله احنا بنلعب فرقه كبيره ومعاهم جهاز فني محترم، فمبروك للنادي فاركو وهارد لك لنابارو. احنا كناش موفقين النهارده بس الحمد لله على النتيجه. النهارده المباراه شهدت كثير من الاعتراضات من الجهازين الفنيين، كان بسبب الحكم الاثنين فريقين بيعترضوا عليه وكان في حالة جدل بينك وبين مش جدل ولا حاجة، عادي يعني في امور يعني ايه يعني انت تحسب دي احسب دي، يعني انا الراجل اللعيب بتاعي متحرك بالكورة والراجل التاني خبط هو اللي ضربه في ظهره، تتحسب ازاي عليا؟ يعني تحسب ازاي عليا وبعدين يعني اقول تحسب ازاي؟ انا قدامه اهوت والتاني في ظهره خبطني في ظهر الكورة معايا، يعني اللعيب المنافس هو اللي في الظهر بس خلاص، يعني امور بسيطه والحمد لله الحكم يعني مفيش حاجه مؤثره للحكم يعني اللي احنا نعترض عليها بس الحمد لله. يعني النهارده علاء نوح كان جاي يلعب على الفوز ودي خمس مباريات تقريبا على التوالي لعلاء نوح منذ توليه مسؤوليه نابارو، دي الهزيمه الاولى. لا دي رابع مباراه لعبت كفر الشيخ والحمد لله بره وكسبت ودكيرنس والتعادل مع البلديه، دي اول هزيمه ليا في المباراه الرابعه وكده، وربنا يعوض ان شاء الله لنا ماتش مؤجل مع المنصوره هيتلعب يوم 8 وربنا سهل ان شاء الله. وهتلعب في ماتش المنصوره ونابارو ده كان عليه ازمه جديده من ملعب السنبلاوين واجا فمش عارفين هتلعب. عليه ازمه من غير ازمه، احنا نادي نابارو اي فرقه بتيجي عندنا بتاخد كل ادب وكل احترام وبتخرج معززه مكرمه مفيش اي مشكله، حتى فريق البلديه نفسه اللي عمل مشكله معاهم في البلديه جم الناس دخلت محترمه وخرجت اكتر من محترمه، ما عندناش احنا مشكله في ملعبنا بس مش عارف هم عايزين ايه، وفرقه المنصوره بعت جواب ان هي هتلعب موافقه على اللعبه عندنا ومفيش اي مشكله، طب المشكله فين مش عارفين. النهارده لك كابتن علاء. يا الحمد لله شكرا ربنا يخليك شكرا. كابتن كريم ما خلينا اقول لك النهارده دي تعتبر وصلنا معلومه ان فريق فاركو هيتعاقد مع مدرب برتغالي لقياده الفريق الموسم الجاي، لا سيما ان اداره النادي قالت احنا سئنا من المدربين المصريين مفيش مدرب مصري قادر يصعد بالفريق رغم توافر الامكانيات الماليه والبشريه. عوده اليك واستكمال باقي فقرات الاستوديو التحليلي.